ترك الأمر للرئيس ولزيارة الرئيس ليقوم الرئيس بأفضل ما يمكن أن يقام أن يتم دبلوماسيه. الرئيس بنفسه يذهب إلى المستشارة ميركل ويقابل وزير الخارجية ويشرح ويعيد طرح الأمور بالطريقة منطقية متماسكة عشان يسهل الفهم والإدراك لدى الجانب الألماني. إنما لا جامعات تحركت ولا مراكز أبحاث في مصر تحركت ولا هيئة استعلامات تحركت ولا منظمات ولا تلفزيونات ولا صحف كبرى ولا أي حاجة ولا وسائل إعلام صحيح. يعني كان المفترض أن يدعى المحللين السياسيين، أن يدعى الكتاب اللي بيتناولوا مصر، يأتوا إلى القاهرة ليفهموا الأمور على الواقع ويقتنوا. إنما الرئيس راح، وربما ما قاله الرئيس سيزيل كثير من الفهم الخاطئ. وبالتالي أهمية ألمانيا كقاطرة للاتحاد الأوروبي، ألمانيا تقود الاتحاد الأوروبي، دولة عظمى، دولة كبيرة جدا، موقفها السياسي فهمها للمسائل يؤثر على مجمل حركة الاتحاد الأوروبي. وبالتالي كان من الضروري أن تتم هذه الزيارة. الأهمية الأخرى أيضا هو في عقبة أخرى، في مشكلة أخرى بعد ألمانيا، زيارة أخرى للمملكة المتحدة لندن، مظبوط، هتكون شبيهة بهذا الذي حدث. دي أهمية الزيارة، وتوقيت الزيارة توقيت مناسب جدا. احنا بنروح واحنا بنقول ان هم عايزين يتناولوا ما يحدث في مصر ويتفهموا، لان هم ناقدين له. والرئيس ذهب وقال في خريطة الطريق احنا بإرادتنا نفذناها، وفضل استحقاق انتخابي للبرلمان الظروف توقفنا الآن عن تنفيذه، لكننا لدينا إرادة أن يكون لدينا برلمان ليكتمل الأساس الديمقراطي للمجتمع المصري. الرئيس يذهب ليعرض مصر الجديدة، مصر التي تتوسب لقفزة كبرى للأمام إن شاء الله، مشروعات عديدة، أفاق جديدة مفتوحة. يهم الجانب الألماني أن تسحب شركاته الكبرى وتستثمر في مصر، يهم الجانب الألماني أن يستمع للرئيس السيسي عن شرح وتحليل الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، في ليبيا، في سوريا، في العراق، ده شيء ضروري وأساسي. يهم الجانب الألماني أن يكون على علاقة حوار مباشر مع القوى الفاعلة جنوب البحر المتوسط اللي هي جمهورية مصر العربية بقيادة جديدة. لا تنسي أن المستشارة ميركل في خلال سنوات قليلة جدا عصرت حدثين، استقبلت الرئيس مرسي وجلست معاه، وتستقبل اليوم رئيس مصر الرئيس السيسي. هيكون لديها فرصة للمقارنة، لديها فرصة لتذكر محتوى الخطاب الصادر من الرئيس المعزول والرئيس الحالي. مصر كانت والآن دولة أخرى خالص، تذهب إلى ألمانيا سعيا لشراكة اقتصادية، سعيا لتعاون سياسي، سعيا لفهم أفضل لحقيقة الأوضاع في مصر، سعيا لتأييد، سعيا لتعاطف، سعيا لتعاضد، سعيا لحاجات كتير، لانطلاقة في العلاقات الثنائية. تمام دكتور كمال، يعني كان في مش تخوف، ولكن كانت في رسائل طول الوقت اللي فات وقبل الزيارة من جماعة الإخوان الإرهابية وأتباعهم في ألمانيا، وكان في تحريض واضح جدا من الجانب كمان من الجانب التركي من الجانب القطري، وفي كلام على ان هيكون بالفعل في تظاهرات مضادة وهيكون في تشويش على هذه الزيارة. حضرتك عايزك تقولي حجمهم النهاردة في ألمانيا، خاصة ان كان في قويل كتير على ان الجانب الألماني بيتخذ هذا الموقف من مصر بعد ثورة 30 يونيو نتيجة لوجود عدد كبير من هؤلاء على الأراضي الألمانية، ووجود بعض النفوذ التركي برضو على الأراضي الألمانية. إذن المسائل بتحكمها مصالح وبيحكمها صراعات ونزاعات بشكل آخر. حجمهم قد إيه هناك في ألمانيا؟ إيه قدرتهم على التأثير على القيادة الألمانية النهاردة ان هي